السلام عليكم، ازيكم يا سنة رابعة؟ النهاردة هنبدأ مراجعة المفهوم الأول التكيف والبقاء من أسئلة بنك المعرفة. جاهزين؟ يلا نبدأ. رقم واحد، ما هو التكيف؟ التكيف هو إحدى الخصائص التي تغيرت بمرور الوقت لمساعدة الكائنات الحية على البقاء والتكاثر. ممكن تكون التغيرات دي تركيبية في جسمه أو سلوكية، سلوك هو بيتعلمه. إذن التكيف خصائص بتتغير مع مرور الوقت، وأنواعها التغير السلوكي والتركيبي. تصور إنك تأخذ بعض الأسماك من مياه ساحلية وتنقلها إلى كهف بحر عميق ومظلم، يعني ضلمة بقى. فما هي الخصائص التي تفقدها الأسماك الجديدة وتمتلكها حيوانات أخرى تعيش في هذه البيئة؟ عايزين نعرف طرق التكيف. الأسماك دي كانت عايشة في مياه ساحلية مفتوحة وبعد كده نزلت لقاع البحر، يعني هيكون لها جلد بلا لون، والخياشيم هتكون أقصر كفاءة لأن في الأعماق هتكون نسبة الأكسجين قليلة، فهنا محتاج خياشيم أقصر كفاءة. قدرة صيد قوية لأن في ضلمة، وضلمة يعني لازم يكون عنده خواص تانية وعنده أساليب تانية وقدرات تانية زي حاسة سمع قوية جدا. وحاسة البصر هتكون ضعيفة لأن أصلا في الأعماق هتكون في ضلمة. أيهما سيموت إذا لم تتوفر لديه طرق التكيف التي تساعده في البقاء على قيد الحياة؟ التكيف دي حاجة مميزة للكائنات الحية، وهنا المثال الوحيد للكائنات الحية شجرة التفاح النبات. رقم 4، ماذا يحدث للكائنات التي لا تتوفر لديها الطرق التي تساعدها على التكيف؟ التكيف وظيفته الأساسية البقاء على قيد الحياة، لكن لو مفيش التكيف ده ومش متوفر، إيه اللي هيحصل للكائنات الحية؟ تنقرض. رقم 5، كيف تؤثر طرق التكيف في معدل بقاء أنواع الكائنات؟ زي ما اتفقنا إن التكيف هيزيد من بقاء الأنواع وبقاء الكائنات الحية على قيد الحياة، يعني تزيد طرق التكيف من معدل بقاء الأنواع، وطرق التكيف اللي هو التركيبي والسلوكي. يتأثر نمو النبات بطرق تكيفه مع الظروف المناخية، ويلاحظ التلميذ أن نباتات الصحراء لا تنمو في تربة وفيرة المياه وغنية بالمحلول العضوي. يحتمل أن يكون ذلك بسبب اكتفاء نباتات الصحراء بكمية قليلة من المياه. النبات اللي في الصحراء عنده تكيف خاص أنه بيقدر أنه يعيش في كمية مياه قليلة، فده تكيف تركيبي في بعض النباتات الصحراوية. فتكيف الظبي الذي يعيش في السهول الفسيحة من خلال أرجل طويلة تساعده على الجري بسرعة، لأن السهول دي هتكون عرضة للمفترسين، فلازم يكون عنده تكيف تركيبي يسمح له أنه يقدر يعيش أطول فترة ممكنة. في أي حالة يستلم جهازك العصبي رسالة؟ الجهاز العصبي بيستلم الرسالة عن طريق أعضاء الحس، اللي هي 5 أعضاء الحس عندنا. يبقى هنا عند لمس أصبعك لشوك الصبار، لأن هي حاسة اللمس هي اللي هتساعد في إرسال الرسالة. ما هما العضوان الذي يمثلان الجهاز العصبي المركزي؟ الحبل الشوكي والمخ. استيقظت عزة فجأة وشمت رائحة احتراق، ثم نزلت على السلالم لتتبين ما يحدث، ورأت والديها جالسين يقرأان بجانب موقد يحترق به حطب. فلماذا استيقظت عزة؟ لأن رائحة الحريق أرسلت إشارة إلى المخ عن طريق الأعصاب، وده اتسبب في استيقاظها. يعني معنى كده إن الجهاز العصبي بيكون شغال كمان وإحنا نايمين، مش شرط بس وإحنا صحيين. الجهاز العصبي بيستقبل بالإشارة من أعضاء الحس، وأعضاء الحس بترسلها للمخ عن طريق الأعصاب، والمخ هو اللي بيعمل الاستجابة على حسب الرسالة اللي وصلت له. تضيق العينان بشكل لا إرادي لتجنب الضوء الساطع المفاجئ. الجهازان المسؤولان هما الجهاز العصبي والعضلي، لأن العصبي ده مرتبط بأعصاب العين اللي خليتك تقفل عينيك. طيب والعضلي؟ العضلي ده علشان عضلة العين، عضلة العين هي اللي خلتك بتسمح لك انك انت تغمض وتفتح عينيك بسهولة. انقباض وانبساط لازم تكون عن طريق عضلة، والريسبونس او الاستجابة دي جات من الجهاز العصبي.
ترك مالك حمام السباحة في يوم حار من أيام الصيف وبدأ في صعود سلم بيت الشجرة، فجرح إصبعه أثناء الصعود. كيف عرف مالك بوجود جرح في إصبعه؟ عرف لأنه حس لأن إيه؟ أرسلت أعصاب مكان الجرح إشارة إلى المخ عبر الجسم، يعني في إشارة وصلت للمخ، فالمخ إدى إشارة إن في هنا حادثة وإن في هنا ألم، وده إحنا اللي حسينا بيه. فعلشان كده هو حس بالألم لما الأعصاب إدت الإشارة للمخ. توقف رامي فجأة وهو يقود دراجته لأنه سمع صوت سيارة تسرع باتجاهه. أي جهاز استقبل إشارة السمع الخارجية التي جعلته يستجيب ويقف بالدراجة؟ الجهاز العصبي طبعا، لأن احنا قلنا الجهاز العصبي هو اللي بيستلم الإشارات من البيئة. ما وجه الشبه بين جهازك العصبي ومطعم توصيل البيتزا؟ احنا اتفقنا دلوقتي ان الجهاز العصبي بيستلم الإشارات من ايه؟ من أعضاء الحس. طب ومطعم توصيل البيتزا؟ مطعم توصيل البيتزا هو اللي بيرسل الطلبات على حسب الرسالة والأوردر. نفس الكلام هنا، المخ هو بيستقبل الرسالة وبيرسل الاستجابة على حسب كل رسالة. يعني أوجه الشبه ترسل الطلبات اعتمادا على ما يأتي من رسائل مختلفة من البيئة المحيطة. تعال نشوف أعضاء الحس المرتبطة بالمستقبلات، لأن احنا قلنا أعضاء الحس هي اللي بتستقبل الإشارة من البيئة. اليد، الحرارة القادمة من موقد ساخن، انت هتحس بأي حاجة سخنة عن طريق ايدك. العينان، ضوء قادم من نافذة مفتوحة. اللسان، طعم الليمون اللاذع. التذوق، الأذن، الضوضاء الشديدة القادمة من مكبر الصوت. الأنف، الشم، الرائحة الكريهة. حدد الصواب والخطأ المتعلق بالجهاز العصبي. تستقبل الأعصاب المعلومات من الحواس وترسلها إلى المخ حتى لو كان الشخص نائم، صح، وده اللي حصل مع عزة. عندما يمشي شخص حافي القدمين على صخرة حادة فإن المخ هو آخر عضو يستجيب؟ لا طبعا، خطأ. آخر عضو هيكون الإيه؟ الأرجل. يعمل كل عضو حسي من الجهاز العصبي بمفرده عندما يكون المخ مشغولا؟ خطأ، لأن هنا في تعاون وارتباط ما بين أعضاء الحس والجهاز العصبي. يخزن المخ المعلومات في حالة تعرضت اليد لحرق ليذكر الشخص بإبعاد يديه عندما يشعر بسخونة؟ صح، لأن هنا في الذاكرة بتبقى فيه هنا خبرة وفي أحداث حصلت قبل كده، فالمخ بيسجلها في الميموري في الذاكرة علشان لما أنت تتعرض لنفس الحادثة تقول أيوة أنا قبل كده إيديا اتلسعت واتحرقت لما أنا مسكت حاجة سخنة، فمش هقدر إن أنا أمسكها تاني. تعال نشوف المثال ده. يسمع التلاميذ صوت إنذار بوجود عاصفة، عايزين نعرف إيه هي طرق استجابتهم للصوت الإنذار ده. تستشعر الأذن صوتا عاليا مما يؤدي إلى إرسال المخ رسالة إلى اليدين لتغطية الأذنين. ده فعلا صح، لأن الجهاز العصبي المخ هيرسل رسالة لإيدك علشان تحط إيدك على ودنك. ترسل الصفارة رسالة إلى المخ تذكر التلاميذ بالعاصفة المروعة السنة الفائتة، فيبدأون في الصراخ. هنا بقى الذاكرة بقى والخبرة اللي قبل كده. تلتقط الأذنان الضوضاء ويرسل المخ رسائل للقفز من فوق المقعد. طبعا لأن ضوضاء وفي خطر، فانت اكيد ده هيخوفك وهتقدر ان انت تجري. عايزين دلوقتي نرتب ونشوف كيف يعالج المخ المعلومات وبيستقبل المعلومات وبيعمل الاستجابة على حسب المعلومة. اول حاجة، يتلقى العضو الحسي المعلومات من البيئة. اتنين، الاعصاب المرتبطة بالجسم بترسلها الى المخ، بترسل المعلومة والرسالة الى المخ. تنتقل الاشارات كنبضات كهربائية من العضو إلى الأعصاب حتى تصل إلى المخ. وآخر حاجة، المخ هو اللي بيعمل الاستجابة ورد الفعل المناسب على حسب الرسالة. أي مما يلي يعتبر من مصادر الضوء؟
الضوء، الشمس طبعا هي أكبر مصدر للضوء، ولكن عندنا هنا هيكون النار. القمر ما يعتبرش من مصادر الضوء، لأن القمر هو انعكاس ضوء الشمس على سطحه. ما هي خصائص الضوء عند رؤية انعكاسك في المرآة؟ انعكاس الضوء عندما يواجه سطح عاكس زي المراية، أي عبارة توضح سبب رؤية انعكاسك، هي انعكاس الضوء ويرتد من المرآة، لأن الضوء هيحصل ليه انعكاس وهيرتد تاني من المرآة علشان يبين صورتك. أي صورة تمثل انعكاس الضوء اللي احنا لسه قايلينه، إن هيحصل إن الضوء هيسقط على سطح عاكس ويرتد، هو ده انعكاس وارتداد الضوء. هيسقط الضوء ويرتد لما يواجه ويسقط على سطح عاكس. طب إيه اللي هيحصل للضوء لما يسقط على سطح خشن؟ هينتشر الضوء بشكل عشوائي، بينتشر بشكل عشوائي عندما يواجه سطح خشن، زي مثلا لو صادفت قطعة من الخشب مثلا. ما هي الكلمة المستخدمة لوصف الضوء عندما يسقط على سطح ناعم ولامع زي المراية؟ الانعكاس. وماذا يحدث عند سقوطه على سطح خشن؟ ينتشر زي ما قلنا في المثالين اللي فاتوا. شايفين هنا ده انعكاس الجبل على المية، لأن المية هنا هتعتبر سطح عاكس، وهنا طبعا في ضوء الشمس. قامت سلمى بعمل نموذج واستعانت ببطاقة بريدية تحمل صورة منظر الجبال ومرآة صغيرة لتمثل البحيرة. يبقى هي هنا عكست، يعني هنا ده كمنظر طبيعي، الجبل ده طبيعي والمية دي حاجة طبيعية. هي بقى استخدمت حاجة من البيت، استخدمت بوست كارد عشان تشوف منظر الجبل، والمراية ان هي سطح عكس. ايه بقى تفسير ده بالنموذج اللي معاها؟ لان المراية بتعكس صورة الجبل اللي موجودة على البطاقة، زي ما هنا المية بتعكس صورة الجبل اللي موجود على الطبيعة. أي الأعراض الأتالية تعكس الضوء بصورة أفضل؟ اللي هيعكس الضوء أكيد سطح عاكس. مين هنا السطح العاكس؟ معلقة معدنية، الملعقة المعدنية، المراية طبعا، وورق الألمنيوم. المفهوم الرابع، التواصل ونقل المعلومات. أخدنا في المفهوم ده إزاي الكائنات الحية بتتواصل مع بعضها عن طريق شفرات وباستخدام الصوت والضوء وحاسة الشم والحركات كمان. تعالوا نشوف هنا، بيقول لي يعيش النمل في مستعمرات تتكون من آلاف الأفراد، عبارة صحيحة، والنمل بيتواصل مع بعضه عن طريق حاسة الشم. لا تعد إشارات المرور ضمن الشفرات، خطأ، لأن إشارة المرور هي أضواء أحمر وأخضر وأصفر، كل ضوء أنا عارفة هو معناه إيه. استوحى العلماء من فكرة تحديد الموقع بالصدى عند الخفافيش في ابتكار عكاز للمكفوفين، عبارة صحيحة، لكن الفرق ما بين العكاز والخفاش إن الصدى في العكاز بيصدر عنه ذبذبات، ولكن الخفاش ما بيصدرش عنه أي ذبذبات. يستخدم الإنسان الصوت والضوء لإرسال واستقبال المعلومات باستخدام أنظمة التواصل المختلفة، عبارة صحيحة. يستخدم الإنسان الأصوات فقط للتواصل فيما بينهم، عبارة خاطئة. بيتواصل الإنسان والأشخاص فيما بينهم عن طريق اللغة، عن طريق الأصوات، عن طريق الضوء، وكمان عن طريق الحركات. يقوم النمل الكشاف بإرسال رسائل صوتية لإرشاد النمل عن مكان وجود الطعام، عبارة خاطئة، لأن النمل بيستخدم حاسة الشم، يعني بيفرز روائح. النمل بيقدر إن هما يتواصل مع بعضيه عن طريق حاسة الشم. تستخدم الخنافس المضيئة حاسة السمع في تجنب الأخطار. الخنافس المضيئة هتعمل ومضات ضوئية، فهنا هتستخدم حاسة البصر. تساعد الكتابة في فهم الماضي ونقل الأفكار للأجيال المختلفة، عبارة صحيحة، علشان كده لازم نسجل التاريخ عن طريق الكتابة. يجب أن يعرف مرسل ومتلقي الرسالة الشفرة المستخدمة لفهم المعلومات التي يتم إرسالها، عبارة صحيحة، علشان المخ يقدر يفسر ويترجم المعلومات دي لازم يكون عنده ذاكرة وباك جراوند للموضوع دوت لأي شفرة.
يمكن للإنسان استخدام الومضات للتواصل مع الخنافس المضيئة؟ عبارة صحيحة، لأن احنا شفنا في التجربة إن الإنسان كان بيستخدم كشاف، والكشاف بيقدر إن هو يعمله بومضات معينة، والخنافس كانت بتقلد الومضات دي، يبقى ده نوع من التواصل. يستخدم النحل الحركات الاهتزازية لإرسال الرسائل؟ عبارة صحيحة، لأن النحل بيعمل رقصة معينة اللي هي على عارف شكل ايد، وهنا علشان ينبه بقية النحل عن مكان المية والأكل. تستخدم الحيوانات أنظمة التواصل التكنولوجية التي نستعملها كبشر؟ أكيد لأ، خطأ، لأن أصلا الحيوانات مفيش تواصل ما بينهم عن طريق لغة، فمش هيستخدموا أي معلومات أو تواصل تكنولوجية. شفرة مورس تتكون من أنماط صوتية فقط، أنماط صوتية وضوئية. تتيح لنا أنظمة التواصل التكنولوجية التواصل عبر مسافات بعيدة بطرق متعددة؟ عبارة صحيحة، لأن ده دلوقتي النت والأقمار الصناعية هي اللي بتوفر ده. كل مما يلي يعتبر شفرات ما عدا طبعا مشاهدة التلفزيون، لأن إشارة اليد، حركة معينة، تعبير بالوجه، إشارة المرور، دي كلها شفرة. اللغة نوع من أنواع الشفرات على حسب بقى كل لغة، لأن احنا عندنا أنواع كتيرة من اللغة اللي بيها ليها حروف معينة وبيفهمها بس أصحابها. يمكن استخدام شفرة مورس في كل الحالات ما عدا كتابة مقال في جريدة، لأني أنا هستخدم شفرة مورس يعني علشان أعمل حاجة سرية، عايزة بس أنا وحد، شخص واحد اللي يفهم اللغة دي، يبقى كتابة المقال في الجريدة يعني هيقراها كل الناس. استوحى العلماء فكرة اتقاء ركاز المكفوفين من تحديد الموقع بالصدى عند الخفاش. يمكن تعبير عن ارتفاع وانخفاض الصوت عن طريق درجة الصوت، وده اللي شفناه في الحيتان لما كانت بتغني الأغنية في الشتاء وفي الصيف، كل موسم ليها درجة صوت على حسب درجة الحرارة. يتواصل النمل عن طريق حاسة الشم. يمكننا نقل المعرفة بين الأجيال عن طريق اللغة المكتوبة، وده اللي بيحصل من خلال التاريخ. تستخدم الحيتان الحدباء الغناء من أجل التكاثر والتغذية، لأن احنا قلنا إن هي ليها صوت في الشتاء وليها صوت في الصيف. في الشتاء بتعمل صوت قوي حدته جامدة، وفي الصيف بتكون حدته أقل. الحيتان تستخدم نمط صوتي يشبه الأغاني. النمل تعتمد على حاسة الشم في التواصل عند نقص الطعام. النحل يستخدم حركات تشبه الرقصات لتحديد مكان الغذاء، اللي هي بتعمل رقصة على حرف شكل 8 إيد. الخنافس المضيئة تستخدم أجنحتها لإطلاق ومضات للتواصل فيما بينها. الحركة الاهتزازية طريقة من طرق تواصل النحل عن طريق حركة الجناح على حرف شكل إيد. تعالوا نراجع على الوحدة التانية، المفهوم الأول الحركة والتوقف. الجسم بيتحرك أو بيتوقف نتيجة قوة مؤثرة عليه، وبقول إن الجسم يتحرك لما يتغير موقعه من مكان لآخر. المثال اللي معايا بيقول لي تخيل إنك تقود سيارة على طريق سريع، ده علامة صح على ما يمكن تحديد حركة السيارة من خلاله. إذن إشارة الطريق السريع التي توضح حد السرعة دي هتكون واقفة وأنا بتحرك من خلالها. أعمدة الإنارة التي تراها خارج النافذة هتكون ثابتة والسيارة تتحرك من خلالها. سيارة مركونة على الطريق تمر بها دي هتكون ثابتة والعربية بتمر من خلالها، ده اللي بيأكد لي إن العربية في حركة. ضع علامة صح أمام العبارتين التي تصفان الطاقة المبذولة على عربة اليد. عربة اليد أنا هأثر عليها بقوة علشان تتحرك، يعني إذا ممكن أأثر عليها بقوة دفع أو قوة سحب. قوة دفع يعني هتتحرك بعيد عني، قوة سحب يعني أنا أحركها في اتجاهي. إذن هيكون هنا يرفع زياد مقابض عربة اليد ويقوم بدفعها، دفع، قوة دفع، يدفع مقابض العربة حتى تسقط الصخور من الأمام، دفع. إذن قوة الدفع هي اللي هتأثر لي على العربية علشان تتحرك. رقم 3، يلعب تلاميذ الفصل لعبة شد الحبل في الفناء.
ما يدل على عدم حركة أي منهما. مفيش حد فيهم اتحرك، الفريقين شمال ويمين، محدش فيهم كسب ولا خسر. يبقى إذن الفريقان قوى متساوية، يمتلك الفريقان قوى متساوية ومتوضأ في الاتجاه، فريق شمال وفريق يمين. رقم 4، اقرأ العبارة التالية وحدد تغيير الوضع أو تغيير الوضع والاتجاه أو عدم تغيير أي منهما. تغيير الوضع يعني حصل حركة، وتغيير الوضع والاتجاه يعني أنا حددت اتجاه الحركة شمال يمين. لا يوجد تغيير، يبقى الجسم ما اتحركش. أول حاجة ركل كرة قدم، أنا بشوط الكرة وبحركها، يبقى إذا تغيير وضع، محددتش اتجاهها. كوب زجاجي على منضدة، الكوباية على المنضدة، مفيش حركة، يبقى لا يوجد تغيير. صاروخ انطلق في الهواء وسقط على الأرض، هنا في حركة وطلع لفوق ونزل لتحت، يبقى تغيير وضع واتجاه. قطار متحرك يتجه شمال، تغيير وضع واتجاه، اتجاه شمال. أتوبيس يتحرك بسرعة 50 كيلومتر في خط مستقيم، تغيير وضع، مفيش اتجاه. قارب شراعي إلى الأمام، يتحرك إلى الأمام وتدفعه رياح باتجاه اليسار، يبقى إذا اتغير وضعه وكمان اتجاهه يمين ويسار. اقرأ كل من العبارات التالية وحدد حركة الأجسام ستتوقف بفعل قوة احتكاك أو تصادم. عرفنا إن الأجسام المتحركة هتتوقف بفعل قوة احتكاك أو تصادم. هنا حركة كرة القدم تتحرك في حقل قوة احتكاك، لأن الكرة هيحصل منها احتكاك مع الأرض وهتقف. سيارة تتحرك باتجاه حائط تصادم، السيارة هتصطدم بالحائط وتتوقف. لاعب يرمي كرة القدم ليلتقطها اللاعب الآخر تصادم. لاعب رجبي تتم عرقلته أثناء اللعبة، هنا هتكون قوة تصادم. لعبة الرجبي اللي هي كرة القدم الأمريكية. فتاة تتأرجح وتتوقف حركتها فجأة، هيحصل قوة احتكاك ما بين الرجلين البنت والأرض. أي مما يلي يعبر عن حركة، حركة يعني جسم بيتحرك، الدراجة والمياه الجارية، لأن هما دول اللي هيتحركوا. ضع دائرة حول العبارتين الصحيحتين عن القوة. قد تكون القوتين غير متزنتين، وتتمثل القوة في الدفع والسحب، هما دول اللي بيتكلموا عن القوة، لكن باقي العبارات غير صحيحة عن القوة. توجد سيارة ثابتة في الطريق وتركلها نواة لتتدحرج على جانبي الطريق، تعتبر السيارة في حالة حركة بسبب تغيير مكانها. اتغير المكان يعني حصل حركة. تدفع فاطمة صندوق كبير ويأتي عز لمساعدتها، هيأثروا بقوة زيادة وهيدفعوا الصندوق للأمام، يعني تزداد كل من القوة والحركة نتيجة قوة الدفع. تلاحظ بقى تغيير وضع كرة الجولف على الحشائش مقارنة بمكانها في حفرة سارية العلم، ده نتج هذا التغير من حركة الكرة. حركة الكرة يعني تغيير مكانها. عند احتراق البنزين تخرج الطاقة الكيميائية المختزنة في صورة حرارة وضوء. الطاقة المختزنة هنا طاقة الوضع الموجودة في البنزين، ودي طاقة كيميائية هتتحول إلى طاقة حرارية وضوئية وكمان حركية. عندما ترمي كرة في الهواء تسقط وترتد مرة أخرى للهواء، ماذا يحدث للطاقة؟ تتحول بعض الطاقة إلى صورة إلى أخرى. هنلاقي هنا طاقة وضع وطاقة حركة، لما ترتفع لفوق، لفوق يعني طاقة وضع، وهتنزل على الأرض هتكون ليها طاقة حركة. تعالوا نشوف تحولات الطاقة من خلال المواقف دي. ترفع داليا كرة البولينج إلى أعلى، أعلى المسار يعني إذا طاقة حركية إلى طاقة وضع الجاذبية، لأن هي هتحركها وبعد كده الكرة هتنزل على الأرض. تتدحرج الكرة على المسار، طاقة وضع الجاذبية إلى طاقة حركية. الأول الكرة هتبقى لسه ثابتة وبعدين هتتحرك على المسار، يعني إذا هتتحول من طاقة وضع إلى طاقة حركة. تجلب الكرة الكثير من الضوضاء، ضوضاء يعني صوت، يعني طاقة حركية إلى طاقة صوتية. ماذا يحدث لطاقة الحركة عندما تصفق بيديك؟ هيتولد منها طاقة حرارية وطاقة صوتية، يعني إذا الطاقة الحركية هتتحول إلى طاقة صوتية وطاقة حرارية. أي كرة تمتلك طاقة حركة ولا تمتلك طاقة وضع؟ الكرة تتدحرج على ممشى منبسط،
لأن طاقة الوضع هتكون على ارتفاع وطاقة الحركة هتكون على سرعة وحركة. ما هي صورة تحول الطاقة عند قياد الدراجة؟ قياد الدراجة يعني الطاقة المختزنة في جسمك من الأكل، الأكل ده طاقة وضع كيميائية هتتحول إلى طاقة حركية من حركة العجلة. أي مما يلي يمكنه تخزين الطاقة؟ البطارية. البطارية فيها طاقة وضع كيميائية. نوع الطاقة الناتجة. الطاقة الناتجة من كل موقف. سماع صوت كلب ينبح على قطة دي طاقة صوتية. تشغيل الهاتف المحمول بالبطارية كهربائية، لأن الطاقة الكيميائية اللي جوه البطارية هتتحول إلى طاقة كهربائية. فتاة تمشي بحذاء تزلج على ممشى طاقة حركية. استخدام الجسم الجلوكوز للحصول على الطاقة طاقة كيميائية الناتجة من الأكل طاقة وضع كيميائية. رؤية الضوء المنتجة نحوك يبقى طاقة ضوئية. بنزين ينفجر داخل محرك أتوبيس دي الطاقة الكيميائية طاقة وضع الموجودة في البنزين. استخدام مصباح يدوي في رحلة تخييم طاقة كهربائية، لأن المصباح دوت شغال ببطارية والبطارية طاقة كيميائية هتتحول إلى طاقة كهربائية. كيف يمكن حساب السرعة؟ السرعة هي علاقة ما بين المسافة والزمن، يعني إذا المسافة مقسومة على وحدة الزمن المستغرق لقطع هذه المسافة، والصيغة اللازمة لحساب السرعة المسافة على الزمن. إيه تأثير قوة الدفع على السرعة؟ تتحرك آية على مسار مائل ودفعتها ولدتها. ما تأثير قوة الدفع على الحركة؟ يزيد الدفع من السرعة، من سرعة البنت. ما هو الناتج من حساب المسافة المقطوعة على وحدة الزمن؟ بتساوي السرعة، السرعة بتساوي المسافة على الزمن. ضع دائرة حول العلاقة ما بين السرعة والزمن. العلاقة هتكون عكسية، يعني السرعة هتزيد الزمن هيقل، وده اللي بنشوفه في السباقات. العربية اللي هتسبق أسرع في وقت أقل هي اللي هتكون الكسبانة. كانت نبيلة تجدف بالقارب في مسبح، وسبحت ليلى باتجاه القارب وبدأت في دفعه. قوة دفع، ايه تأثير ده على القارب؟ هتزيد من سرعته زي ما قلنا، قوة الدفع هتزود من السرعة. يتسابق حلزون وقطة، وتقطع القطة مسافة أكبر من الحلزون، ده أكيد. ما هي السباقات التي ستربحها القطة إذا تحرك كلاهما في الوقت نفسه من خط البداية؟ أكيد في أي سباق سواء كان طويل أو قصير، أي سباق، لأن هي الكسبانة. يتزلج مصطفى على تل باستخدام قطعة من ورق الكرتون وتدفعه أخته، قوة دفع برضو. إيه تأثير قوة الدفع؟ هيسرع من حركته. وبكده نكون خلصنا المراجعة على الوحدتين، الوحدة الأولى والوحدة الثانية. شكرا ليكم وباي باي.